طيب سيدة جمالة قرمي، تم كذلك خلال هذا اليوم الاتفاق على جملة من الإجراءات العملية بغية إنجاح هذا المشروع، من بينهم تخصيص يوم الاثنين آخر الشهر لتنظيم المسرح في الإقامات الجامعية والجامعات ككل، مع تخفيض أسعار التذاكر تصل إلى 70%. ربما في ماذا تكمن أهمية هذه الإجراءات في تنشيط العمل المسرحي؟ أكيد هي الجامعة يعني مكان للنخبة، لذا أنا أشوف أنه هذه الأهداف الاتفاقية هذه تخدم الطالب أولا وتخدم الحركة المسرحية، لذا إحنا كمسؤولين في المؤسسات المسرحية علينا أننا نطبق هذه الاتفاقية، لأنها تساعد على خلق على 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 تطوير الذوق الفني عند الطالب، وخاصة بناء ورشات تكوينية ومشاهدة حتى العروض المسرحية ليكتسب الطالب الجزائري سلوك للذهاب إلى المسرح. لذا احنا علينا الآن أننا نفكر كيفية نطبق هذه الاتفاقية من خلال الأفعال التي يجب علينا أننا تكون في صالح الطالب وتكون في صالح الحركة المسرحية الجزائرية.